على أي حال، التغذية والصحة طرفين لمعادلة واحدة. كل ما كانت التغذية صحية كل ما كانت الصحة أفضل. بس دايما السؤال اللي بيتبادر لذهننا كلنا، ناكل إيه لو أنا عندي مشكلة صحية معينة؟ أكل إيه تحديدا؟ هل فعلا في أغذية معينة من أجل سلامة كل جهاز؟ إيه حقيقة الكلام اللي بتقال إن الكلية كل اللي يشبهها علشان تبقى أفضل؟ زي اللوبيا، لو عايز عينك تبقى أفضل كل كيوي، لو عايز المخ وتنشط تدريبات المخ وتبعد عن الزهايمر كل عين جمل. إيه قصة إن لكل لون فيتامين؟ هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ أسئلة كتيرة هتجاوبنا عنها الدكتورة رضوى نبيل، استشاري التغذية العلاجية اللي معنا على التليفون النهاردة. صباح الخير يا دكتورة رضوى. صباح الخير. صباح الفل. أهلا وسهلا. هل في عنصر غذائي مناسب فعلا لكل جهاز؟ يعني هل ربنا خلق كده ان كل جهاز من اجهزه الجسم ليها اللي يغذيها بشكل افضل؟ اكيد. يعني مثلا حضرتك اشهر مثال هو الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي محتاجه معدن اليود. معدن اليود هنلاقيه في التونه، هنلاقيه في الجمبري، هنلاقيه طبعا في الملح المدعم باليود، وده موجود طبعا في الاسواق. هنلاقيه في منتجات البحر، واهم حاجه منتجات الالبان، يعني مصدر جيد جدا لليود. برضو لو احنا اتكلمنا على المخ، هنلاقي ان فيتامين ب باشكاله، فيتامين واحد ب واحد وب اثنين وب تسعه وب 12 مهمين جدا للمخ. بنلاقي الاوميجا 3 مهمين جدا، وعشان كده بنشير بعين الجمل بانه من اغنى المكسرات باوميجا 3. هنلاقي ان فيتامين د مهم جدا لخلايا الاعصاب. فيتامين ب لو رجعنا له تاني هنلاقيه كله موجود في اللحمه. بس فيتامين ب 12 مش هنلاقيه غير في المصادر الحيوانيه. يعني هنلاقيه في الاسماك، هنلاقيه في اللحوم، هنلاقيه في البيض، مش هنلاقيه في المصادر النباتيه من الغذاء. لو اتكلمنا برضو على القلب، فمهم جدا ان احنا نعرف ان في مركب اسمه كو انزيم كيو 10، وده بقى صيحه جديده موجود حتى في المكملات الغذائيه في بعض الصيدليات دلوقتي. لكن هو موجود طبيعيا في اللحمه، في الاسماك الدهنيه زي السردين والتونه، موجود في الفواكه الحمضيه، موجود في بعض الخضار زي السبانخ. مع او مركب الكيو 10 ده مضاد للاكسده، وبيحمي من فشل العضل في القلب، وبيحمي كمان المخ مش بس العضل عموما، المفاصل العظم. لو اتكلمنا على العظم، مش كلنا عارفين ان الكالسيوم مهم جدا للعظم. طيب دكتور رضوى، واحنا في وقت امتحانات دلوقتي، اكيد اللي في يعني الاكل كمان ليه علاقه بالتركيز، وليه علاقه زي ما احنا بنتكلم بفكره قوه العقل والذاكره وما الى ذلك. احنا عندنا معتقد كده انه بتذاكر وعايز طاقه وعايز تركز سندوتشات الحلاوه مثلا. احنا عندنا كده شويه معتقدات، عايز اعرف من حضرتك مدى صحتها. هل الموضوع ده فعلا بيفيد مش بيفيد؟ المفروض الطلبه ياكلوا ايه؟ لو حضرتك تقول لنا عشان نقدر نفيد كمان اولياء الامور ونفيد الطلبه دلوقتي اللي بتمتحن. طيب محدش يروح الامتحان من غير ما ياخد وجبه الفطار. لان بكل بساطه خلايا العصبيه بتعتمد جدا على السكر، ولو ما لقيتوش هتخش في عمليات صعبه عشان تطلع لي الاجسام الكيتونيه. انا مش عايزه اجهد الجسم وقت امتحان، فلازم نفطر. وعشان كده بنقول سندوتش الحلاوه، لانه مليان السكر، مليان بالسعرات الحراريه، ومليان بالطاقه. هل المعتقد ده صحيح؟ بصراحه كل السكريات البسيطه هتدينا في الاخر الطاقة في هيئة سكر، مش لازم يعني سندوتش الحلاوة. لكن من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي ولادنا لازم ياكلوها بقى في أيام أو في فترة الامتحانات، البيض، لأنه في مركب اسمه كولين مهم جدا 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 للمود وللإدراك وللتركيز. يعني على الأقل كده كل واحد أقل من 18 سنة ياخد بيضة في اليوم، وما نخافش من الكوليسترول بتاع البيض، ما نخافش منه خالص. من الحاجات اللذيذه الشوكولاته الداكنه، تعبر كده مزاجهم،
وبتقلل التوتر اللي عندهم. وطبعا حاجه يعني زي ريورد كلنا عارفين ان دي مكافاه لذيذه للجسم. وانت بتديهم فيتامين سي وفيتامين اي عشان مضاد للاكسده، عشان الشوارد الحره بتزيد جدا مع التوتر. فانا ابقى بدي ابني الفواكه والخضار اللي اغنيه بفيتامين دي او بي سي عشان اقلل له الالتهابات التوتر اللي بتبقى موجوده في ايام الامتحان. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور رضوى نبيل استشاري التغذيه العلاجيه. ويعني زي ما اكدت دكتوره رضوى نركز على الاكل، الاكل مهم جدا 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 عشان نركز وعشان صحتنا بشكل عام. الموضوع مش زي ما احنا متخيلين انه الاكل مش بيفرق قوي، لا الاكل بيفرق جدا جدا، نوعيه الاكل بتفرق جدا. يمكن الناس اللي جربت انها تتبع نظام غذائي سليم على الاقل متوازن جربت وعرفت الفرق.